عمار، هلا يا بابا. ابغاك في موضوع. خش وقفل الباب وراك. ابدا كلامي في تحية الاسلام، السلام عليكم وعليكم السلام. هلا اسمع رامي، انت وهو هي معكم عمر خليل سيف الدين زرادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. هيه يا طفولة عمر، أقوى سلسلة في اليوتيوب وأكثر سلسلة مطلوبة في التعليقات. إن شاء الله في شهر رمضان الفضيل ناوي أنزل لكم حلقات قصص مرة كثير، فاشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ويلا بينا نخش في القصة. بشاراتكم وعصيراتكم، جهزوا بشاراتكم وعصيراتكم واضغطوا زر اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وخلونا نخش في الحلقة. يلا اليوم عندنا قصة جدا مهمة، ما هي قصة قد ما هي تجربة في حياتي، مرت فترة زمنية من حياتي تعلمت فيها أشياء مرة كثير، وأنا عارف إنه الفيديو هذا على قد ما حيضحككم إلا إنه حيفيدكم. بدأت القصة تقريبا في عام 2016-2017 لما أبويا قال لي عمر أتوقع إنه حان الوقت. عمر؟ عمر؟ هلا يا بابا. أبغاك في موضوع. خش وقفل الباب وراك. صلي على النبي يا أبوي. أنا المذنب الخطاء والعفو واسع، ولو لم يكن ذنبا لما عرف العفو. العفو والسماحة والسلام. كل عام انت بخير يا ابوي. عمر اجلس اجلس. طيب قفل الباب وراك. طيب احس انه الوقت المناسب جاء. وقت ايش يا ابوي؟ اتناقشت مع امك ووصلنا القرار انه هذا الوقت المناسب اننا نخليك تسافر وتتعلم انجليزي. اسمح لي يا ابوي، هذه ما هي تربيتك ولا هذا اللي علمتني. انا لا يمكن، لا يمكن اسافر واسيب البيت. كيف اسيبك؟ كيف اسيب امي؟ المقاهي هي من حجيب لا 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 يمكن اسافر واسيبك يا ابوي. اي والله انك صدقت، والله ما نستغني عندك. ما ادري عن امك، هذه هي افكارها الغريبه اخر كم يوم. خليك معانا في مين بيجيب لنا المقاضي؟ والله اني ما فكرت في الموضوع. خليك معانا يا ولدي، ما نستغني عنك. يعني انت ما كنت تختبرني جالس؟ انت ما انت جالس تختبرني؟ من جد؟ متى؟ فين حسابي؟ فين؟ حسبته يختبرني؟ والله من جد ابوي طلع صادق امامي وقاعد يمارس علي احد الاختبارات، يبغى يسفرني من جد، ووقع الاختيار على برايتون في بريطانيا، وبعدها بكم يوم اتجهنا لمكتب السياحة عشان نطلع فيزا او تأشيرة. والاخوان الطفرانين اللي ما يعرفوا شيء التأشيرة، التأشيرة هو الشيء اللي يسمح لكم انكم تخشوا الدول اللي حتسافروا لها. انا كنت طفران زيكم، كنت احسب انه الوضع سهلات، اركب الطيارة واروح. طلع لا لازم تطلع تأشيرة. وتجربة التأشيرة تجربة مرعبة، عاد يدخلوك غرفة ويبدأوا يحققوا معاك، يعني حتى أبوك ما له صلاح، أمك ما تدخل لحالك الغرفة وتقعد يسألوك بعض الأسئلة. من أنت؟ ولماذا تريد السفر إلى بريطانيا؟ ها طالع في عيني. Hello gentlemen, I have a few questions here I would like to ask. Let's start with what's your name? Name? My name is خالد. My name is عبد الله. My name is عمر. عمر. Yes. Sorry. Umar. How old are you, Umar? Eleven years old. Tell me more about you, Umar. Like, what do you do usually in your free time? Hobbies? Number one, football. Number two, swimming pool. Very good swimming pool. دقيقة هي أمي. وصلت أمي. خلاص يا ماما جبت طماطم أمس. خلص. طيب يلا مع السلامة. Okay, moving to the next point. Have you ever used a gun?
جن؟ يس الجن. اه جن بوم بوم اي نايف. مي نمبر 1 جن. فيري جود كول اوف ديوتي. نو كول اوف ديوتي. ار يو ا كريمينال؟ ها؟ كريم. دقيقة دقيقة. أمي البريطاني اللي في القنصلية يسلم عليك يقول يبغى كريم كراميل. Excuse me, could you put your phone down please? Okay, okay, sorry, sorry. Have you ever killed someone before? Are you a killer? Me, no English. Security? دقيقة دقيقة. والله يا شباب ما افتكر انا ايش قلت في هذيك الغرفة، فعلا الوضع كان متوتر جدا، وافتكر اني كنت اتمتم ومتوتر كده ومعرق مرة. خرجنا من مكتب الفيز ورجعنا البيت بانتظار الخبر السار بانه طلعت التأشيرة. طبعا ممكن تطلع، ممكن يرفضوني يشتبهوا علي يقولوا هذا ممكن يسوي لنا مصايب في دولتنا، ما نبغى. بس الحمد لله بشركم بعد مرور الايام وصلنا القرار بالموافقة. عاد تخيل شكلي كده وانا ادخل عند مكتب الفيز في القنصلية البريطانية يقولوا لي الله يهينك ما نبغاك تدخل دولتنا. مرت الايام وجاء موعد سفرتي. دخلت غرفتي من الباب هذا، دخلت لقيت شنطة قديش كبرى هنا محطوطة. فتحت الشنطة لقيت امي حطت لي معمول وحطت لي تمر. امي انا فين رايح؟ والله في اكل عندهم. واتجهنا على المطار انا وابويا وامي. وافتكر اخر لحظات الوداع. لحظات الوداع يا شباب مؤلمة. بطالع في امي من بعيد وبسوي لها كده خلاص انا رايح راكب الطياره، هي من بعيد تسوي لي كده حمار تدعي لي. وبدت الدموع تنهار من عيناي، دموع الحزن، دموع الفراق، دموع التماسيح. كنت مبسوط من جوا اللي بسافر. معليش امي والله معليش. بس الصراحه لما شفت امي كده من بعيد تودعني والله حزنت. والله الشعور هذا يعرفوه المبتعثين كثير. المهم نكمل. ركبت الطياره من جده لهيثرو في لندن، رحله مدتها تقريبا 6 ساعات ونص حاجه زي كذا. واخوكم في الله اخذ اخر مقعد في الطياره. طبعا من مميزات اخر مقعد يا شباب الراحه، انك تقدر ترجع المقعد على وراء ولا في احد وراك يضايقك ولا شيء، وتنام وتنبسط. طبعا انا وقتها ما نمت، مستحيل انام، انا مسافر بريطانيا. وهنا نجي للجزء الاسود من القصه، لما يجيك حمام في رحله مدتها 6 ساعات ونص. وانا انسان ما احب حمام الطياره، كانت 6 ساعات مليئه بالالم. الله المستعان، والله ما ادري كيف صبرت. خلاص انا اللي كان مصبرني ان انا رايح بريطانيا، انت مجنون انا رايح بريطانيا. نزلت من الطيارة وهنا كانت اول صدمة حضارية، لما ابدا اشوف المناظر ماني متعود عليها يا شباب، انتوا فاهمين انا اقصد هذا بنت ولا ولد؟ نزلت من الطيارة ورحت عند اسمه الجوازات اللي يدخلوك الدولة. طبعا انت دحين اخذت التأشيرة بس هذا مو معناته انك تخش الدولة، يعني لما توصل عند الدولة ممكن يشتبه عليك الموظف حق الفيز او حق الجوازات ويقول لك ارجع طيارتك. يرجع فين ما كنت، فلوسك كلها تطلع الفاضي. طبعا انا وقتها كنت رايح بفيزا سياحيه. حلو، الفيزا السياحيه ما تخليك تقعد في بريطانيا فتره طويله. فيزتك السياحيه تسكن في فندق الله لا يهينك، يعني انت اوريدي عارف انت فين تبغى تروح وتمارس نشاطاتك السياحيه وترجع بلدك. اما تقعد تشتغل ولا تقعد تدرس هذه مصيبه كبيره. وانا كنت وقتها رايح ادرس، وابويا كان محفظني الكلام، لما توصل عند الفيز يا ولدي قول لهم نو سبيك انجلش عشان يدخلوك، لانه لو حققوا معاك حيعرفوا انك انت جاي تدرس وراح يرجعوك بلدك. ما افتكر ليش انا اصلا ما طلعت فيزا دراسيه، بس اتوقع انها كانت اغلى يا شباب. والله ماني متاكد صراحه. المهم اني طلعت فيزا سياحيه. وصلت عند موظف الجوازات طلب مني الباسبورت. اكسكيوز مي، اوكي ابشر خذ. انا وقتها ما عندي انجليزيه كويسه، انجليزيتي على قد حالي. باسبورت بليز، اوكي باسبورت. بدا يسالني السؤال الاول، واتس يور نيم؟ ماي نيم از عمر عبد الرحمن. وانا وقتها كده انفض يعني، ويسال السؤال اللي بعده وانا ابدا اعرق واحس الثواني كأنها ساعات. لحظات صعبة يا شباب، يعني بعد الله ممكن هذا يرجعك بلدك. يقول للأمن أنا اشتبهت في هذا شكله مو عاجبني ببساطة. وكثير صارت ترى بالمناسبة. Where are you from? Where مدري Where مدري. أسئلة إلين بدأ يخش في العميق. How long are you staying؟ أفتكر السؤال إنه كم أنت قاعد. قلت له One month. أبويا محفظني. What are you doing here؟ أوبا أنت إيش قاعد تسوي هنا يا عمر؟ دي له مخرج 7. No English. بدأ يسألني السؤال بطريقة تانية. You come UK
وات وات نو انجلش. انا متمسك برايي. طالع فيني قال لي نو انجلش، قلت له نو انجلش. طالع فيني ورد علي برد ما توقعته ابدا، ولم اضرب له حسابا ولا ابوي لم يضرب له، ابوي ما حفظني عن الرد هذا. قال لي تحدث بالعربيه فانا اجيدها. انا وقتها بلعت ريقي وبدت الحان لاي لاي تعزف داخل عقلي. متنا خلاص، رجعت السعوديه وانصمت النت. حاولت اتماسك نفسي وبين ان انا ماني متوتر. لقد جئت للسياحه. واين ستقيم؟ انا كنت وقتها حاجز عند اسره. طبعا في بريطانيا موضوع السكن صعب، انت كطالب تسكن في فندق، تسكن في فندق كل يوم تدفع 500 ريال، واو نهايه الشهر كم تطلع عليك، فتضطر تسكن مع ناس، ناس يكون عندهم بيت، يكون عندهم غرفه فاضيه، تقول لهم الله يهينكم بسكن في الغرفه هذه، تدفع لهم في الاسبوع 500 ريال 400 ريال بس اكثر شويه ممكن. قلت له انا ساكن عند هذا العنوان وما ادري. قال لي طب يعني انت ايش وديك له من هذا العنوان؟ انا بدأت اتوتر اكثر. كفشني كفشني. قلت له هذه صديقتنا نعرفها من زمان، واتكلم بالفصحى، هو ما يتكلم الا فصحى طبعا، ما يعرف انه عربي، عربيته مكسره. هذه صديقه العائله وهذا. حسنا حسنا، ختم لي، شافني مره متوتر ختم لي، قال لي تفضل. قلت له اوكي، اخذت الجواز تبعي ومشيت. بس عديت الجوازات دقيت على ابويا قلت له يس دخلت بريطانيا يا ابويا. افتكر ابويا وقتها صار يصرخ يا ابو مبروك مبروك. فالدرس الاول عندنا في هذه الحلقه لا تتوتر مع موظف الجوازات وخليك متماسك زيي عشان ايه تمشي امورك ولا ترجع بلدك. وانا انتظر الشنط رجع لي الشعور اللي كنت اعاني فيه في الطياره، رجع لي الحمام. نسيت انا اصلا انه انا كنت ابغى الحمام مع التوتر اللي عند الجوازات، افتكرت اني ابغى الحمام، فاستلمت الشنط بسرعه لانه مره ماسكها 6 ساعات. عاد انتوا فاهمين كيف النظام يا شباب. رحت الحمام حق المطار، دخلت ودخلت شنطي معاي 500 شنطه دخلتها كده جوا الحمام، حشرتها كده فوق بعضها عشان ما تنسرق، اما خليها برا الحمام والله تنسرق انا خايف. جلست على الكرسي في امان الله ومبسوط، لحظات كانت سعيده جدا الين انتهيت من العمليه. وطلعت يساري وطلعت يمين، وهنا أخذت أول كف لي في بريطانيا. ما في شطاف، أوبا شطاف ما في. وهذا يودينا للدرس الثاني يا شباب، لما تروحوا حمامات في أوروبا جيبوا معاكم قارورة مويه الله يهينكم عشان تمشي أموركم، قارورة زي هذه ولا حتاكلوا هوا زيي. لحسن الحظ كان معايا قارورة مويه، الحمد لله مشيت فيها أموري وطلعت من الحمام. وهنا جينا لأول عقبة. طبعا أنا لاحظوا أن أنا نزلت في لندن، ومن لندن لبرايتون ساعتين بالسيارة تقريبا. وهنا عمر ارتكب أول غلطة، ركب تاكسي. أخوكم في الله حسب الموضوع زي جدة مكة، من جدة المكة ب 150 200 ريال. يلا ساعتين قعدت في السيارة انتظر، ولما وصلت قال للتاكسي تفضل الحساب. قلبي وجعني، الحساب 1000 ريال 200 باوند. صلى على النبي صلى على النبي يا ابن الناس، 200 كيف بديت اتكلم عربي انصدمت. والله فعلا طلع الحساب 200 باوند، وراني الجهاز انه كيف العداد. الله ربي، افتكرت اول ما وصلت لما شفت التاكسي من كثر الخوف صورت لوحة سيارته قبل ما اركب، خفت تخطفني. فالدرس الثالث معانا اليوم انه في بريطانيا الله لا يهينكم لا تستخدموا التكاسي ابدا، لانه اسعارهم نار، خذوا يا القطار يا البسط. بس الحمد لله كل دقه بتعليمه، وصلت للوجهه المنشوده بيت الاسره اللي حاسكن عندهم. دخلت البيت استقبلتني الام اللي في البيت الله يعطيها العافيه، امراه مسلمه مره كانت طيبه، استقبلتني وودتني لين غرفتي. طبعا كان البيت عباره عن بيبان جنب بعض، وكل باب عباره عن غرفه طالب من الطلاب، لين ودتني انا باخر باب كان في الكورنر، وفتحت باب الغرفه عشان اشوف غرفتي. وهنا كانت صدمه من اقوى الصدمات في حياتي حرفيا يا شباب. غرفتي كان حجمها قد كده، بس هذه المساحه، هذه عباره عن سرير هنا في الكورنر ومساحه هنا باليلا اصلي، عشان اصلي لازم ادف السرير شويه. غرفتي كانت متر ونص في متر ونص تقريبا، ما ادري مترين في متر، انا انسدح راسي يصقع في الجدار ورجلي في الجدار الثاني، كنت لازم انكمش وانا نايم. ما كنت عارف، كنت على اساس انه والله فله زي نظام الفنادق غرفه كبيره، ما كنت اعرف انه غرفه الطلاب زي كذا. وهنا نوصل لدرسنا الرابع، لا تتوقع الكثير، وراح تشوفوا في احداث القصه ليش لا نتوقع الكثير. انا جاي مسافر شايف الافلام، على بالي حعيش حياه زي حياه الافلام،
من اولتها كده غرفه قد يدي كده مدها يوصل الجدار. طبعا معروف انه البيوت في بريطانيا او اعتقد اوروبا عموما ما فيها مكيفات. لما وصلت كان وقتها ليل تقريبا الساعه 9 المساء وكان وقتها لازم انام لاني جاي من رحله طويله ومتعبه، كنت مره تعبان. بالفعل استلقيت على سريري في امان الله ومرت ربع ساعه بديت اخفو خلاص الا شويه اسمع صوت مويه عند اذني تحت عيني طالع يمين يسار. بعد البحث والتقصي اكتشفت انه هذا الصوت طالع من الحمام، انه اللي يستخدم الحمام صوته يوصلك في الغرفه لانه ما في مكيفات. اخونا في الله خلص الحمام، الطالب شكله اللي ساكن جنبي جاته عمله في الليل، خلص حمامه ورجع نام وانا كملت ونمت. صحيت من النوم وعلى اساس انه يلا ابغى اكتشف المدينه قمت فتحت الشنطه تبعي طلعت ادوات المعجون ومدري حق الاسنان وطلعت لي كم لبس ورحت الحمام فرشت اسناني وظبطت اموري. طبعا برضه الحمام ما في شطاف للاسف، انا تعلمت من الدرس جبت معي قارورة موية. وعلى طاري قارورة الموية تراني عطشت دقيقة بالله. طلعت من الحمام ورحت غرفتي وقفلت الباب وبديت ارتدي ملابسي. وهنا حناخذ الدرس الخامس. ايش صار يا عمر حمستني؟ فجأة اسمع صوت صراخ في الغرفة اللي جنبي. سويت انا وقتها كان يوم السبت الصباح والظاهر انه الطلاب كانوا نايمين يوم ويكند يبغوا يرتاحوا من تعب الاسبوع، بس انا ما كنت عارف انا ايش سويت. مع الوقت طبعا عرفت انه البيوت في بريطانيا يعني عشان ما في مكيفات فالاصوات عاليه، فانا لما قفلت الباب لازم اقفل بشويش ولا حصحي كل البيت. والله خفت وقتها يا جماعة الخير، بسرعة كده لبست وهربت من البيت. ايش يا اخي تضربني دي اللي تصرخ؟ ايش العيشة هذه اللي كلها صريخ في صريخ؟ انا ما صدقت اهرب من امي في جدة، تجي تصرخ علي يا قليل الادب تهرب من امك ها؟ فالدرس الخامس عندنا انه في بريطانيا البيوت هي المكان الهادئ وبرا هو الصخب. عادة في الدول العربية في البيت الواحد ياخذ راحته ويقول يا حبيبي وينبسط، لكن برا لا، برا في البيوت هو مكان الهدوء. عشان كده اصلا لما كنت اسافر بريطانيا كنت ما اصور مقاطع كثير، لانه لما اصور مقاطع انا بزعج كل الناس اللي حواليا، فاقعد في البيت خليك محترم او روح فندق الله لين هناك كح 500 ريال. طلعت من البيت اول شيء سويته طبعا متعلم انا ابويا مزبطني كويس، فتحت جوجل ماب وسويت سكرين شوت على المكان عشان احفظ انا فين موجود عشان بعدين لما ابغى ارجع ما اضيع البيت. وطلعت بديت استكشف الحاره، قعدت امشي تقريبا لمده 10 دقائق ادور على بقال عشان ابغى افطر، ابغى اشتري فطور اكل. 10 دقائق ادور لقيت نفسي بدور في نفس المكان، بيوت ورا بيوت ورا ما في احد، مدينه خاليه من الناس وما في بقايل ما في محلات. يهو فين الافلام والزحمه والصخب الظاهر انه كان بدري مره ولا المكان اللي انا ساكن فيه ما كان يعني ما في احد. انا وقتها ما كنت عارف ايش اللي صاير. قعدت امشي تقريبا نص ساعه فجاه لقيت نفسي في نص غابه كلها شجر ومخلوقات غريبة تمشي في الأرض. أنا خفت وطلعت من الغابة، ظهر إني وصلت ضواحي المدينة. طلعت من الغابة حطيت رجلي، والله ما خشوا أنتم مجانين، وبدأت أكمل العملية استكشافية. ما لقيت شيء، تقريبا 45 دقيقة أدور لفت المدينة كاملة ما لقيت أي محلات ولا لقيت أي بشري واحد. ولما بفتح جوجل ماب بدور على مطاعم بدور على أماكن، ما في مطاعم في المنطقة ولا في مناطق بقايل ولا شيء، كله عبارة عن بيوت. طبعا إيش أسوي دحين؟ أنا أبغى أفطر. وهذه كانت أول صدمة حضارية لي، فعلا وقتها واجهت صدمة حضارية لأني كنت متوقع شيء ومضحوك علي بالأفلام وفي الواقع طلع شيء ثاني مختلف تماما. طبعا الحين أغلبكم يستغرب كيف مدينة ما فيها مطاعم ولا بقى، مستحيل يا عمر حفهمكم، بس خلونا نمشي في الأحداث. وقتها وصلت تقريبا الساعة 9 حاجة زي كذا، دقيت على أبويا أتوقع لا ما صحيت من النوم، والله كان وقتها في الدوام مع إنه كان يوم السبت. كيف كان لا والله ذاك اليوم كان صاحي بدري أبويا. قال لي هلا عمر كيف حالك إن شاء الله. قلت له أبويا رجعني يا عمر، انت من جدك يا عمر صلى على النبي، انت دوبك ابويا رجعني، انت فين وديني يا ابويا فين موديني؟ هذه بريطانيا اللي موديني اياها يا ابويا. قال لي عمر اهدى يا عمر. صرت اصرخ على ابوي لانه وقتها انهرت. تعرفوا اللي صدمه ورا صدمه ورا صدمه، اولها التوتر اللي في الجوازات، ثانيها التاكسي، ثالثها الغرفه الضيقه، رابعها الحرمه اللي تصرخ علي، خامسها ما في بقايل ولا في فطور، وجوع لي تقريبا يوم كامل ما اكلت. تعرفوا مع الطياره اكلت بس اول ما ركبت الطياره ومن بعدها بطني فاضيه. انهرت على ابويا، وابويا كويس انه تحملني وما مسح فيا البلاط. قال لي عمر اهدى. ابويا كان عارف انه انا حكمت بدري على الامور لان لسه بالفعل ما شفت شيء، انا كل اللي شفته البيت والشارع. قال لي يا عمر اسمع
كمل اليوم، لو حسيت نفسك ما انت قادر راح ارجعك لا تشيلها. قلت له تمام طيب توكلنا على الله. كملت مشي تقريبا مرت ساعه مدري ساعتين وانا امشي في المدينه دي اللي ما فيها ولا احد، مدينه الاشباح، جوالي قرب يطفي. وصلت البيت دخلت غرفتي وقعدت على اللابتوب انتظر ساعه ساعتين لين صارت تقريبا الساعه 10:30 11 زي كذا، وصحيت الام المسلمه اللي حكيت لكم عنها بدايه القصه. خلونا نعطي الام هذه اسم، ما اعطيناها اسم والله بدايه القصه، نعطيها اسم زكيه مع انها هي اجنبيه ما هي عربيه، لكن اسم زكيه يليق عليها مره. يعني كذا شكلها تقول والله هذه زكيه على طول. Say hello to YouTube. Hey YouTube. ذكية شافتني صاحي من النوم قالت لي واو انت متى صحيت؟ قلت لها والله انا صحيت بدري من اول يعني كذا وقتها مستحي منها ما اعرفها لسه كويس، وهي تحاول يعني تحتضني لانه انا شافتني مراهق صغير وواضح اني ضايع ماني عارف فين الله حاطني. ذكية قالت لي اسمع ايش رايك اخذك كذا لفه في المدينه بعد الظهر واوريك الاماكن. قلت لها تكفى والله ما لقيت اي مكان. وبالفعل بعد الظهر ركبنا السياره واخذت لي لفه بالمدينه. طلع الوضع يا عيال مو زي الافلام انه والله اسواق ومحلات في كل مكان، طلع الوضع لا، مناطق سكنيه كذا كثيره كلها فلل وبيوت، وفي النص في شيء اسمه سيتي سنتر. السيتي سنتر هذا اللي فيه كل البقايل والمحلات وكل حاجه، يعني اذا انت تبغى تروح البقاله لازم تنزل من بيتك للسيتي سنتر. ورحت السيتي سنتر وهناك بديت اشوف الطبيعه واشوف العالم والناس، وزكيه اخذتني لواحد من المطاعم الحلال، هي مسلم وانا مسلم، هي عارفه ان انا مسلم. وقتها اكلت اكله والله يا عيال كانت مره لذيذه، ما ادري هي كانت من جد مره لذيذه ولا انا كنت مره جيعان، بس والله استمتعت جدا في الاكله هذيك. وبعد ما اكلنا رحنا للمعهد عشان تسجلني زكيه، هذه تساعدني في امور التسجيل، تعرفوا هي من دورها كهوست فاميلي انها تعلمني في المدينه. والله هي كانت طيبه، مش اي هوست فاميلي يسوي زي كذا. الله يعطيك العافيه يا زكيه، انا عارف انك ما حتشوف الفيديو ده مره، بس الله يعطيك العافيه. وطلعنا من المعهد وراحت ودتني مكان عشان نطلع بطاقه، البطاقه هذه تخليني اركب المواصلات اللي هي القطارات والباصات. افتكر وقتها زكيه بدات تعلمني كيف استخدم الباصات، لانه نظام في بريطانيا عباره عن باصات بالوان مختلفه، كل باص له رقم معين وكل رقم يودي المكان او يودي الحي، فلازم انت تحفظ فين الستوب تبعك او المكان اللي تاخذ منه الباص وكم رقم الباص اللي تاخذه وفين لازم تنزل. عمليه معقده جدا، وكانت زكيه تشرح لي وانا اسلك لها، كنت وقتها ماني فاهم شيء، انجليزيه زباله وعندي صدمه حضاريه منتهي مره. سلكت لها اوكي اخذت البطاقه حطيتها في جيبي ورجعنا البيت. في الليل قررت اطلع، طلعت السيتي سنتر الساعه تقريبا 6 7 كذا، وهنا كانت الصدمه لما لقيت المكان اللي كان مليء بالحياه في الصباح مليء بالاموات في الليل، ما في احد، المحلات كلها مقفله والظلام الدامس. طبعا انا جيت بالباص، فاخذت كذا لفه وبدات احس بالخوف كذا، ما في احد واحس انه كذا في ناس يراقبوني مع انه ما كان في احد. والمصيبه جات انه انا كنت اسلك لزكيه بخصوص موضوع الباصات، ما كنت اعرف كيف ارجع، فصرت واقف في محطه انتظار الباص و600 باص يمر ماني عارف اخذ اي واحد فيهم، اخاف اركب واحد واروح اليمن. صحيح كان عندي اللوكيشن في الواتساب، بس يعني حتى كنت اوقف الباصات اقول لهم انتوا تودوا هنا، كانوا يقولوا تكلموا بالانجليزي كثير كنت ماني فاهم عليهم، فما كنت عارف اي باص اخذ، فقررت وقتها اخذ تاكسي مره ثانيه، شو اسوي؟ ماني عارف ارجع، اوري التاكسي اللوكيشن يوديني عليه، وهنا كانت واحده من الغلطات برضو الفاتحه، قعدت نص ساعه واقف في الشارع اشر على التكاسي اللي تمر، ما حد راضي يوقف لي، يا جماعه ايش الوضع؟ كنت احسب انه النظام زي عندنا في السعوديه وفي الدول العربيه، تشر التاكسي يوقف لك يوديك، طلع النظام لا لازم تتصل وتحجز. انا وقتها طبعا ما كنت عارف، الين ربي كذا والله من الله وقف لي تاكسي جاني، قال لي انت ايش بك تاشر؟ قلت له ابغى اروح، قال لي اسمع انا حخليك تركب معايا، مع انه كذا النظام يعني النظام هنا ممنوع انا اركبك معايا، بس يلا حركبك معايا. وبالفعل وداني لين البيت الحمد لله، وقرقشته اتوقع زياده ذاك اليوم من كثر الفرحه. ورجعت البيت نمت، واليوم الثاني صحيت الصباح عشان اروح المعهد. وصلت المعهد، المكان المليء بالحياه، المكان مليء بالناس ومليء بالفعاليات الجميله. ابويا قال لي وحفظني عمر لما توصل المعهد لا تتعرف على عرب، الله يخليك عمر ابغاك ترجع تتعلم انجليزي. وفعلا انا وقتها التزمت بكلامه، كنت معطيها وضعيه الاجنبي مع انه انجليزيتي كانت مره زباله، بس مش الحال. كانوا السعوديين يطالعوا فيني من بعيد، هذا شكله عربي صح شباب عربي عربي، اسمعهم كذا وانا اسوي نفسي مجنون كذا ماني سامع او ماني فاهم هم ايش بيقولوا كذا، طالع كذا لي كذا. فالدرس اللي مش عارف ايش السادس ما ادري السابع في حلقتنا اليوم، انه لا تتعرف على عرب او لا تحتك في عرب كثير لما تسافر عشان تتعلم انجليزي او اي لغه ثانيه. يا الله افتكر لما دخلت الفصل اخذت مسحه ضوئيه بعيني على المكان، على طول كذا بالنظر عرفت ثلاثه سعوديين منهم بنتين وولد، كذا عرفتهم من عيوني سماهم في وجوههم، هم شافوني قالوا هيا الله ابو تركي، عرفوا انه سعودي. وكان وقتها في واحد كوري وواحد ايطالي، كان يعني كوكتيل حلو، لقيت كرسي واحد فاضي،
طبعا وقتها المدرس استقبلني حي الله الطالب الجديد عمر. هاي عمر هاو ار يو. فضح اسمي الشعب عرف ان انا سعودي. وتعرفت على اللي كانوا معايا في الكلاس الشخص الكوري اللي بالمناسبه صورت معاه مره مقطع في قناتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم عمر من قناه ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. والشخص الايطالي اللي برضه صورت معاه مقطع ثاني. يا اللي ما شاف المقاطع هذه نحط لكم اياها تحت في الديسكريبشن، مقاطع قديمه. بصراحه لما بديت احتك مع الطلاب في المعهد حسيت بشعور رهيب، الصدمه الحضاريه اللي جاتني بدت تخف شويه شويه وبدات احس بالحماس خصوصا مع الانشطه المعهديه. طبعا الشبيبه قلبوها بلوت. الانشطه اللي تصير في المعهد، فالانشطه المعهديه ومعرفه باقي الطلاب والاجواء هذه خلقت لي بيئه رهيبه، اتعرفت فيها على ناس رهيبين وعشت معاهم ذكريات مره رهيبه. تخيل انك انت تسافر لدوله ومو بس انت، عشرات الطلاب غيرك يسافروا لنفس الدوله، كل واحد فيكم ساب اهله وساب اصحابه وساب شغله وجايين كلكم لمهمه انكم تتعلموا انجليزي، فكل واحد بيتعايش مع الثاني، كل واحد بيتعرف على ثقافات الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عمر من قناة ماكس اتش دي وفيديو جديد. 1 2 3 يا حبيبي. للأمانة الذكريات اللي عشتها معاهم كانت ذكريات جميلة جدا وكانت أيام رهيبة، وإلى الآن أفتكر مشاعر وآخر اللحظات اللي عشتها معاهم في آخر يوم لي في بريطانيا. هذاك اليوم أصحابي في المعهد قرروا يودعوني، لفينا المدينة تقريبا كلها وروحنا نلعب بولينج، كان يوم مجنون. وافتكر اخر اللحظات، اخر لحظات الوداع والاحضان. ترى الموضوع مو سهل يا شباب، يعني اوكي لا مؤاخذه مو قصدي شيء، لكن اصحابنا اللي نعرفهم في المدن اللي احنا فيها هذول بالنسبه لنا اخوان، بنطلع نضحك معاهم وننبسط، لكن لما بتروح بتسافر مع احد وبتعيش معاه فتره طويله ترى الموضوع يختلف تماما. انتوا في الدوله هذه ما لكم غير بعض، بتساعدوا بعض سواء ماديا، سواء بتسلوا بعض، بتساعدوا بعض حتى في الوجبات وفي المذاكره، ذكريات كثير عشناء. وحشني صاحبي الايطالي انطونيو، اخي انطونيو. ودعت اصحابي الغاليين، ودعت اصدقائي في بريطانيا، ودعت انطونيو حبيب القلب. ورجعت للبيت لميت شنطتي لانه صباح اليوم الثاني كان لازم اتجه للمطار، وبالفعل رحت المطار. وها أنا الآن موجود في جدة، رجعت لأهلي، كان يوم جميل، كان استقبال حافل، سووا لي أهلي كذا كيكة حلوة، أول شيء استقبلوني من المطار، بعدين ودوني البيت سووا لي كيكة وحفلة وحركات، كانت أيام جميلة، كانت تجربة رهيبة، تعلمت فيها أشياء مرة كثير، زي ما قلت لكم، اكتبوا لي أسئلتكم تحت في الكومنتات، أي سؤال جاء في بالكم بخصوص الأشياء اللي قلتها أو أشياء ممكن أنا ما ذكرتها عشان أجاوب عليها في مقطع ثاني، تستفيدوا وتستمتعوا منه. كذا نكون وصلنا لنهاية مقطعنا لليوم، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وتابعوني في حسابي في الانستغرام والطالع الآن قدامكم في الشاشة. كان معكم عمر من قناة ماكس اتش دي. خلاص أنا بديت أكلج، بديت أكل الكلام، تعبت كم ساعة ونص بصور. أشوفكم على خير، سلام عليكم. آخ يا أنطونيو آخ. يقول جالس لحالي وسط المطر والغيم، شفت لي واحدة أمس قلت لها what's your name، قالت لي I'm sorry my friend أنا متزوجة I am married، قلت لها فوق إني بردان ولفتي فيني شعور بارد. سلام سلام، اسمي عمر زردية من المملكة العربية السعودية، اسم قناتي ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. هنا وصلنا نهاية المقطع، لا تنسى تسوي لايك قبل ما تطلع، سوي لايك واشترك في القناة، واذا ما اشتركت راح تحس بمعاناة. يلا سلام.